كيحضر معي كذلك المدرب كيدعدي العمروش مدرب منتخب تنزانيا. سي عمروش، لقاء كان منتظر بانه غادي يكون قوي بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب تنزانيا، كيفاش شتي الاجواء ديال المباراه وكيف شتي هذه النتيجه لصالح المنتخب الوطني المغربي؟ قبل كل شيء هنيئا لفوز المنتخب المغربي اللي يعني ادى مباراه جيده. احنا يعني المشكل العائق اللي كان عندنا هو السفر، يعني تلعب مباراه بعد يعني يومين تلعب مباراه اخرى، كان صعب لنا من الاسترجاع لان ما عندناش فريق من نوعيه اللاعبين تاع المنتخب المغربي. ولكن نادي كره قدم هنالك عديد من اللاعبين اللي اليوم ما كانوش حاضرين داخل الميدان يعني بسبب الارهاق او الاصابات، لكن نتقبلوا هذه الهزيمه لان لعبنا ضد منتخب عالمي، منتخب له نوعيه لاعبين من طراز عالي. احنا ان شاء الله نصحوا الاخطاء تاعنا ونحاولوا باش نكونوا يعني وراء هذو المنتخبات القويه. وحظوظ كاس العالم كل واحد كل منتخب له اهداف، وحنا الاهداف تاعنا هي بناء منتخب للمستقبل مش لنفس الاهداف اللي مسطرتها يعني المنتخبات الكبيره. رغم انه كيبان انه كذلك سيكون تنافس قوي في هذه المجموعه، تنزانيا انتصرت بالمغرب تنهزم اليوم امام المنتخب المغربي، واعتقد انه يمكن تكون هناك قراءات كثيره في هذه المجموعه من اجل الوصول لكاس العالم. صحيح صحيح، يعني كرة قدم تقعد واقعة داخل الميدان، ولكن عندما نتكلم عن نوعية اللاعبين الإنسان يكون واقعي. تلعب ضد منتخب عالمي يعني نصف نهائي كأس العالم، مش منتخب أي منتخب، هذا منتخب المغرب اللي ظهر وشرف الكرة العربية والإفريقية في يعني في كأس العالم. يعني الانسان ما يبداش يقعد يدور بين اللاعبين الكبار باينين والمنتخب الكبير باين، وحنا انا وراء باش نشتغلوا باش ان شاء الله في المستقبل يولوا من يعني تحت هذو المنتخبات، وربما نكونوا معاهم في المستقبل ان شاء الله. اعتقد من الان يمكن نطويو الصفحه ديال تصفيه كاس العالم ونفكر في كاس امم افريقيا. تنزانيا في نفس المجموعه مع المنتخب المغربي، كي تشوف من الان كاس امم افريقيا وستكون مواجهه اخرى بين المنتخبين؟ لا صحيح، ستكون مواجهه اخرى، مواجهه قويه ايضا، تكون تجربه جيده للاعبين، تجربه لي انا ايضا كمدرب، يعني عندما تحتك يعني باللاعبين مدرب ولاعبين يعني بمستوى تكتيكي عالي حيكون فيه يعني تطور في يعني عندنا حتى في المنتخب تاعنا. لكن ناخذ مباراه بعد مباراه والانسان ياخذ عبره من هذه المباراه. ولكن هذا التوقيت لو كنا في اوروبا يعني المسافات مش كبيره، يعني في هنا في افريقيا يعني دير 12 ساعه باش تلحق من تنزانيا الى دار السلام، وبعدين تلعب يعني وزيد تلعب مع المغرب، زيد تلعب مع المغرب يعني الحمد لله ما كاش كاس العرب نزيدوا نلعبوا مع المغرب ايضا في كاس العرب، كاس افريقيا، كاس العالم. شكرا لك مدرب عادل العمروش، اكيد مدرب منتخب تنزانيا، واحد من المدربين العماد اللي عندهم تجربه وخبره على المستوى الافريقي، وكما تابعنا اكيد بانه يعترف بقوه المنتخب الوطني المغربي، وستكون هناك مواجهه اكيد على مستوى كاس امم افريقيا. اذا اللقاء كما تابعنا انتصار مهم بالنسبه للعناصر الوطنيه، الجماهير اللي كما نتابع الان تقريبا يعني بعد نهايه اللقاء فالمدرجات اصبحت فارغه، ولكن كنقول نقطه مهمه جدا بانكنا وسط جماهير التنزانيه تحترم الكره المغربيه وتحترم اكيد كل المكونات ديال الجماهير المغربيه اللي كانت حاضره، وهذا كيبين بان هناك حب وهناك كذلك روح رياضيه اللي كانت حاضره بالملعب. شكرا لكل اكيد من ساهم معنا في هذا النقل المباشر. عوده لك زميلي عماد.